أعزائي المشاهدين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل وأرق تحية، وأقدم لكم برنامج العائلة العراقية، برنامج هموم الناس من على شاشة سامراء الفضائية. اليوم الخميس 17 كانون أول 2015، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. أودكم هذا البرنامج دائما على الخروج ميدانيا إلى النازحين، إلى مخيمات النازحين، وكذلك إلى الدوائر الرسمية والحكومية، وأيضا إلى العوائل التي تسكن في الهياكل والمهجرين. حقيقة نقل المعاناة ونقل الحالة تعتبر يعني شيء حضاري. كثير الآن من المواطنين يتساءلون من خلال البرنامج عن حالهم ومصيرهم اللي صار لك أكثر تقريبا من سنة ونص، يتمنون إن شاء الله أكو حلول من قبل المسؤولين. نشاهد يوميا يعني الحكومة والبرلمان، يعني يوم أمس كان تصويت على يعني حالة تريليون وأكثر إلى النازحين ومن خلال البطاقة الذكية. إحنا المواطن الآن يا أخوان يعني أصبح بس الوعود والإعلام ده ينقل كثير من الحالات، لكن ما ده يلقي شيء ملموس. يتصلون بينا عوائل يعني ما عندهم مبالغ، ما عندهم أمراض، عندهم أطفال مصابين معاقين، عندهم يعني حالة صعبة جدا. لذلك نتمنى إن شاء الله أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية يعني من الحكومة لهؤلاء النازحين والمهجرين، والحل السليم هو إن شاء الله رجعتهم إلى أماكنهم وتنتهي هذه المشكلة. الحقيقة قبل أن يعني ناخذ تقريرنا اليوم، أريد أتكلم قبل الفاصل عن بعض النقاط أتمنى إن شاء الله أكو حلول إلها. هيئة التقاعد، بالنسبة هيئة تقاعد صلاح الدين، بعد انتهى الموعد المقرر راح نتكلم احنا ونشوف من هيئة التقاعد العامة احد الاخوان حتى يعني يجاوب على كل الاسئلة، لان الظاهر مدير التقاعد حمد الجواري الظاهر ما يحترم لا قناة ولا يحترم اعلام ولا يحترم اي شيء. لذلك احنا بعد اللي ما يريدنا ما نريده ولا نعترف به، راح نحول على غير مكان ونشوف إذا مثلا أكون مباشر نتخاطب مع هيئة التقاعد العامة ونسألهم على رواتب المجالس. وأعتقد هم خصصوا تقريبا 1000 من مجموعة أكثر من 70 أو أكثر من رواتب المجالس اللي حددتها النزاهة، هم 1000 شخص يستحقون هاي الرواتب، وأيضا عندهم خدمة هم أكثر من 15 و20 و25 سنة. أعزائي المشاهدين، إحنا الحقيقة راح نتكلم على موضوع التقاعد، وأيضا مناشدة من داخل مدينة تكريت، وأيضا على الأخوان المحتجزين في النخيب وبزيبز، وأيضا بعض الأمور عندنا راح نتكلم عليها من خلال البرنامج. إذا أعزائي المشاهدين تعالوا ويانا وحلقة جديدة من هموم الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نرجع لموضوعنا، موضوع هيئة التقاعد. الحقيقة مناشدة من أحد المربيات الفاضلات تسأل عن موضوع التكريم اللي هو نهاية الخدمة 12 شهر من قبل هيئة التقاعد العامة. يعني تسأل هل هذا نستلمها من التقاعد العامة الرئيسية في بغداد أم من صلاح الدين؟ فأنا الحقيقة جاوبتها، قلت لها والله يا حجية أفضل تروحين للتقاعد العامة، لأن إحنا هسه أي تقاعد ما ينطوكم خبر بالنسبة لصلاح الدين، فتوجهي البغداد وانطيهم الأوراق والمستمسكات الخاصة حتى تأخذين المكرمة مالتك اللي هي نهاية الخدمة. طبعا أيضا وصلت مناشدة من بعض المواطنين في منطقة القادسية في تكريت. طبعا هنا اكو معاناة بالنسبة للأنقاض الموجودة، طبعا احنا راح نشاهدوها بالتقرير. ايضا يعني ناشدنا الاخوان المسؤولين على هذا الموضوع، وايضا احنا مثل ما شفتوا مع السيد قائم مقام قضاء تكريت اتطرقنا هاي المواضيع، وتمنينا ان تكون هناك
يعني حالة من إنقاذ المدينة بإرسالها من المحافظات المجاورة والأقضية بعض الآليات حتى تنقذ المدينة من النفايات والأنقاض الموجودة داخل المدينة، مخلفات حرب أكيد. فهنا أيضا يناشدون أهالي القادسية عن وجود السواتر الترابية المقطعة اللي قطعت منطقة القادسية إلى أوصال، وصعوبة وصول المواطنين إلى مناطقهم وإلى عملهم. لذلك إحنا من خلال شاشتنا الناشد كل الأخوة يعني المسؤولين والسيد قائم مقام قضاء تكريت، الحقيقة ماكو حكومة لحد الآن في تكريت، نتمنى إن شاء الله أن يلبي هذا الطلب بالنسبة للمواطنين. كل حلقة الناشد الخيرين من أبناء الجنوب، الخيرين من القوات الأمنية، من قائد المنطقة، منطقة العمليات الوسطى، أن يسعفون الأخوان الموجودين في منطقة النخيب اللي صار لهم أكثر من 25 إلى شهر، يناشدون الخيرين، وزير الدفاع، رئيس الوزراء، كل من مختص على هالموضوع أن ينقذون هاي الأطفال والعوائل المسكينة بهذا البرد الموجودة اللي هربت من الموت من الشرقاط والموصل إلى معبر النخيب، حتى يعني كل العوائل الموجودة هم من محافظة صلاح الدين. نتمنى إن شاء الله من خلال برنامجنا أن يسعفون هاي الناس. أيضا الأخوان الموجودين في معبر بزيبز نفس الحالة. طبعا أكيد يعني هناك تعاون، لاحظنا إحنا تعاون موجود من قبل كافة الأخوة، من كافة يعني الأشخاص والقوات الأمنية والحشد الشعبي الموجودين في صلاح الدين لإزالة الأنقاض، ولكنهم مو كل المناطق، إحنا نتمنى إن شاء الله تكون كل المناطق. مناشدة أيضا عن مدينة بيجي، الأخوان الآن يناشدون المسؤولين هل بالإمكان عودة آلاف بل مئات العوائل الموجودة الآن بتكريت والمناطق المجاورة وبدء صفحة جديدة والعمل وبناء هذه المدينة. يعني يسألون أنه سكوت عن هذا الشيء، لحد الآن المدينة تحررت لكنه ماكو بوادر أو أمل للرجوع. بطاقة ذكية أخوان وكيل موجود الآن في سامراء ودين تقلون عليها من مدينة تكريت إلى مدينة سامراء، وصعوبة أكيد يعني الناس تطلب فتح منفذ في تكريت للبطاقة الذكية، حتى الناس أكو موجودين مهجرين، موجودين رواتب عندهم، إعلاميين، متقاعدين، فنتمنى تكون فتح منفذ للبطاقة الذكية. أعزائي المشاهدين، إحنا الحقيقة الجزء الثاني من ذهابنا وزيارتنا إلى مدينة تكريت المحررة، تجولنا في كل مكان، لكن هذا المكان راح يشوفوا اليوم الجزء الثاني والأخير طبعا، هو تجواننا في شارع الأطباء اللي هو شارع مهم جدا. يعني هذا الشارع موجود بالعمارات اللي يسكنوها عيادات الأطباء، وأيضا الأسواق ويعني السوبر ماركتات الموجودة. فلذلك نتمنى إن شاء الله أنه الحياة ترجع أفضل وأفضل، ونتمنى إن شاء الله للرمادي ولنينوى وكل مدننا العزيزة. تعالوا ويانا نروح لمدينة تكريت.
أعزائي المشاهدين، حقيقة كنا وياكم على مدى أكثر من 4 أيام في محافظة صلاح الدين داخل مدينة تكريت. طبعا احنا الحقيقة ردنا ناخذ من كل يعني من كل شيء نموذج. اخذنا نموذج من التعليم، من المشتقات النفطية، من الاخوان الموجودين في الاسواق بالمحلات، من الحقيقة احنا ما عدنا وقت طويل ان نزور. ردنا نزور المستشفيات، الاخوان الاطباء المتواجدين. احنا الحقيقة هذا شيء مفرح. احنا نشوف المدينة والمحافظة بدأت تلبس الثوب الأخضر، وبدأت الحمد لله الناس فرحانة بتعاون قوات الأمنية والحشد الشعبي داخل المدينة، وهذا شيء جميل الحقيقة. احنا ننتقل لأي مكان نشوف الناس ترحب وتنطينا مجال للتصوير، سواء الحشد الشعبي، القوات الأمنية، قوات السواد. احنا نتمنى هذه الفرحة يا أخوان. لكن الآن أني أكرر مرة ثانية وناشد مناشدة من هذا المكان الأخوان في كل محافظات العراق أن يسعفون المحافظة بآليات من أجل خدمة المدينة، النفايات، ويعني حقيقة هناك كثير من الذباب وأيضا من تشرى حبة بغداد. الأمور الصحية نتمنى أن تكون أفضل إن شاء الله. أنا الحقيقة من هذا المكان وبدوري أشكر زملائي سؤدد الدوري وأخي أحمد، وأتمنى إن شاء الله الموفقين لهم. الحقيقة هم اللي ساهموا في سبيل أن نقدم صورة جميلة إلى كل أنحاء العراق ومدينة تكريت اللي تتمنى الناس تشوفها بزي أجمل وأحلى إن شاء الله. بالنهاية إن شاء الله متواصلين وياكم، وتقبلوا تحياتي وياكم إن شاء الله إلى أربيل. إذن أعزائي المشاهدين، شكرا للأخوة الزملاء على هذا التقرير اللي ساعدونا في سبيل نجاح هذا التقرير إن شاء الله. وأتمنى تكون إن شاء الله التقارير المقبلة في كل مناطقنا في صلاح الدين وفي محافظات العراق أيضا. الحقيقة وصلتنا رسالة الآن SMS محمد عبد الله لطيف جاسم يسأل، يقول لم أحصل على بطاقة الكي كارت بسبب عدم ظهور بصمة لي في الجهاز، وحاولت عدة محاولات، فهل يجوز أن أستلم البطاقة الذكية مالت التقاعد وأتكون بدلها؟ أعتقد حقيقة ما يصير أخي العزيز، لازم البطاقة يعني الكي كارت واحد وبطاقة التقاعد واحد. فأتمنى أن تعملها مرة ثانية وبلكت الله إن شاء الله البصمة. بعدين أنت إذا بصمتك تطلع بالتقاعد، شو ما تطلع بمال الكي كارت، هي نفسها بصمة واحدة. فحاول أكثر من مرة حتى تطلع بطاقتك. أعزائي المشاهدين، الآن نفتح اتصالات أمام كل حبايبنا وأخواننا وأحبابنا ومشاهدي قناة سامراء للإجابة عن كل الأسئلة والاستفسارات. طبعا أيضا هناك حقيقة كثير من الرسائل تجينا الآن عبر الفايبر والواتساب، يسألون المواطنين عن موضوع البطاقة الذكية ومشاكل البطاقة الذكية. والله أنا أتمنى يا أخوان يجي أحد يجلس الآن مع جانبي ونتحدث عن موضوع البطاقة الذكية، ويعني تكون المشكلة نقدر نحصرها ونقدر الناس يجاوب عليها. لكن الكل مشغولة والكل ما تقبل تطلع. احنا الحقيقة ردنا نروح عليهم، بس المواطنين الآن الموجودين، الازدحام الموجود، ما راح يخلينا نفهم من الموجودين داخل البطاقة. احنا تمنينا أن تكون مثل ما كانت لنا زيارة لمديرية جوازات أربيل، وإن شاء الله راح نكمل الزيارة بالأسبوع القادم إن شاء الله. أيضا راح نزور الكي كارت وبقية الدوائر حتى نشوف أعمالهم المقدمة والخدمة المقدمة لأخواننا النازحين. زميلي أكو فاصل، لو نستمر اتصال مع اتصال. نعم تفضلوا أحمد عزيز بلد. شلونك أستاذ وليد الغالي؟ حياك الله أخوي أحمد، حياك الله أخوي. إحنا من النازحين من منطقة عزيز بلد. نعم. قال استاذ خالد الخسرجي، قال ان شاء الله يوم 15 ترجع العوائل وتنحل مشكله ياسر ابو عزيز بلد، واليوم 17 وكل شيء ماكو، يعني شلون نظل عايشين ونتامل بالخيم بهاي الماساه؟ واحنا نعتب عليك لانك ما جيت وزرت مخيم ليلان، حاله ماساويه يا استاذ وليد. نعم، يعني حاله يرثى اليها اخي العزيز احمد. احنا بالنسبه ان يعني
هو الرجل نائب رئيس مجلس تكلم على هذا الموضوع، لكن يا أخي خلت تكون إدارة محافظة يجلس محافظ. الآن يعني إحنا بعد يعني ما لحد الآن ما جلس محافظ بالميز ماله، فخليه يجي المحافظ. هو الرجل قال إن شاء الله إذا موجود يعني إدارة جاهزة بعد يوم 15 ترجع إن شاء الله العوائل، لكن هذه مسألة يراد لها شوية. إحنا صبرنا إن شاء الله، هذه وحدة. أما سؤالك الشطر الثاني، أنا ذكرته بعدة حلقات، قلت يا أخي العزيز هناك صعوبة وصولنا إلى مخيم ليلان، لأن القوات الأمنية في كركوك دا تمنع الإعلاميين من دخول هذا المكان. فإحنا نحاول مع الأخوان والجهات الأمنية ناخذ فد كتاب رسمي وندخل، بس ماذا يخلونا بلكي بالأيام القليلة القادمة نقدر نجيكم. يا أخي السياسات والإذاعيون هي الشغلة تأثر وعزيز بلد واقفة على 3 مليار على 4 مليارات. يعني مجلس محافظة صلاح الدين هاي 2016 قرروا الموازنة، يعني ما يقدرون ينطون ال4 مليارات. يا أخي زيارة يعني ما أردنا من عندهم، لا أريد من عندهم لا مساعدات، لا أريد فلوس، لا أريد بطاقة ذكية، لا أريد شيء. أريدهم يرجعون لبيوتنا، حتى لو البيوت متروبة، حتى لو نقعد هناك على 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 أثر بيوتنا. ما أريد شيء يا أخي، ملينا يعني، ملينا بهالبرد وهاي الخيام، من يسكن بيها؟ الله يعينكم، الله يعينكم، والله يعني صعبة. نتمنى إن شاء الله يا أخي بالأيام القادمة إن شاء الله يجي الخير وترجعون إلى أهلكم وأحبابكم إن شاء الله وبيوتكم. أشكر اتصالك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. محمود من كركوك، تفضل محمود، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نصيني التلفزيون أخويا محمود. أستاذ محمد خالد طلعت بطاقة ما على التلفزيون، طلعتها من الموت الحالة نراها كيف عدلي. ما دا أسمع يا صدام، علي لي شوية. الو، طلعت بطاقه من 24 بالموصل. ايه، وجيت الكركوك. نعم. وما فعلتني بها شلون، وانا قاعد بلا جار، والله قاعد بديت هيكل وما عندي كل شيء، قاعد بلا جار. يعني احنا جينا من الموصل وجينا الكركوك اخويا محمود. من الموصل وجينا الكركوك، يعني تورطت غلط بالموصل، يعني جينا الكركوك. انا اخويا محمود، اني قبل حلقتين ثلاثه والان يسمعني الشيخ عادل او الاخوان اللي طالبوا بهذا الموضوع، والله انا ذكرت يا اخي شيخ محمد العفو، ذكرت قلت يا اخوان اكو ناس قاعده بالموصل وطلعت من الموصل بس عملت البطاقه الذكيه هناك وهي ما راضيه على العمل. طيب هاي الناس ما تجوع، انتم البطاقه الذكيه صدرتوها من الموصل، ليش ما تعترفون بها؟ هي مو من ضمن الشركه، مو من ضمن الكي كارد. احنا ذكرنا هذا الموضوع يا اخوان، لكن من اللي يسمع؟ ما حد يسمع يا اخي. احنا العراقيين صرنا يعني بهذا، وصل حالنا الى هذا الموصال، لكنه يعني بس الله سبحانه وتعالى يلا ينقذ هاي الناس، يلا ينقذ هاي المساكين. يعني انت دا تتكلم والله مئات مثلك عايشين بالهياكل ما عندهم غير رحمه رب العالمين، لكن تعالوا يا من تسولف. وقسم بالله قاعد بالهيكل، تسمعني يا استاذ؟ تسمعني وياك وقت الا قاعد بيت هيكل، لو تشوفه حتى تستعيد كل واحد يقعد بيه. يعني ما عندي كل شيء تحت الصفر حالتي، وعندي 7 ذهاب بالمدارس، وفي عام يخدي واحد. احنا جينا الكركوك، كنا حريصين بالموصل وجينا الكركوك. طالني 7 اشهر انا من 7/5 انا جيت الكركوك. من 7/5 استاذي، من 7/5 انا جيت الكركوك. محاربتي ورطت انا بالله غادي، كنا قامه جبريه وجينا جاز. زين احنا وين نولي؟ وين انتجوا هنا؟ الله كريم والله. يا محمد خدمه شريفنا يا هو محمد، الله وخير حياتنا تحت الصفر بالقران الكريم. احنا ان شاء الله صوتكم نوصل صوتكم لكل المعنيين، وعسى ان يجاوبونا. اشكر اتصالك. الاخ حمد من سد العظيم، تفضل اخي حمد. كان من محافظه دياله من سد العظيم. حياك الله اخوي حمد، تفضل. أخي إحنا منطقتنا الحرارة صار لها أكثر من 7 أشهر. نعم. ألو وياي؟ أسمعك. هي منطقتنا الحرارة أكثر من سنة صار لها، ولحد الآن مهجرين، يعني ما بعد رجعنا لمناطقنا. هسا أنتوا وين؟ هسا إحنا بقرة تبع منطقة اسمها خبران. نعم. إيه، وإحنا يعني الواحد يوصل صوتنا لأي مسؤول، أي مسؤول ما قاعد يجينا. ليش هم ما دا يسمعونه؟ والله ابدا يسمعونه، بس
تعال الحل شنو؟ نتوجه لرب العالمين ماكو غيره. والله ما نعرف الحل، انت يمكن بلش توصلون صوتنا الواحد الشريف مسؤول شريف يطلع يداين البلد كتلنا احنا وجيراننا ونساوينا. لا حول ولا قوة الا ما شاء اخي العزيز. انا اشكر اتصالك، اشكر اتصالك. يعني هذه نماذج تخابر من مئات العراقيين، آلاف العراقيين. شنو يعني الغاية؟ ما أعرف، أريد أعرف الآن يثرب، سليمان بيق، الأخ اللي خابر من سد العظيم، من ديالة، المناطق الأخرى، شنو الغاية؟ يعني أريد نفهم، يعني أكو غاية؟ قولوا يابا مثلا إحنا هذه المناطق ما ترجعون عليها، أيسوا روحوا أطلعوا خارج العراق أو ترجعون عليها بفلان تاريخ. ليش تخلون هذا هاي الناس قاطع الامل؟ يعني معقوله وصلت بينا هذا؟ يعني هذا الحال وصل بينا؟ ماكو مسؤول؟ يعني العراق يديره الان، يعني يديره ناس، يديره رئيس وزراء، يديره حكومه، يعني ما يقدر الان كل شيء يسوي؟ خل اروح فاصل وراجع. اذا اعزائي المشاهدين، الحقيقه احنا نتالم على هذه المواقف. يعني نشوف هاي الامراه تناشد الخيرين، القوات الامنيه، اطلاق سراح ولدها الحقيقه اللي هم يمكن اكثر من 4، وشفتوا الباك جراوند والخلف، البيت مالها واقع، ونتمنى ان شاء الله ان يسعفون هذه المسكينه. اذا منا المخرج اذا اكو اتصال او ناخذ بعض المناشدات اللي وصلتنا تقريبا من كل الاخوه. اكو اتصال؟ نعم تفضلوا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا استاذ وليد، حياك الله. من ويانا؟ العفو، ابو حمزه وياك من تكريت. تفضل ابو حمزه حياك الله. استاذ وليد، احنا رجعنا التكريت بشهر 9. نعم. بيتنا فلشوا، وانا مو بس انا، يعني وياي اكثر من 100 بيت او اكثر، لحد الان وصل العدد الى 1500 بيت مفلش في تكريت مهدم. نعم. فاحنا قدمنا معاملات مال التعويض. نعم. وانا بالوجبه الاولى. نعم. فلحد الان ما نعرف يعني حقيقه معاملاتنا وين صارت، حقنا ما اعرف، موجود حقنا لحد الان ما نعرف. يعني قالوا يعني البنك المركزي يعني صرف فلوس لكم، لحد الان ما نعرف يعني اي شيء. ما نعرف ابو يعني. حمزه اذا تسمح لي، احنا سالنا على هذا الموضوع الان فقط، الامور الكتابيه والمعاملات تتم الان، لكن المبالغ لحد الان ما تم رصدها، لان هي اعتيادي من ضمن الموازنه. الموازنه الان يا الله اقرت، فنتمنى ان شاء الله بالاشهر القليله القادمه كل اللي انتم سويتوا معاملات تعويضيه توصلكم المبالغ باذنه تعالى. الله، احنا مناشده من خلالك، من خلال اذاعتكم الكريمه توصلوا للجهات الرسميه. احنا ساكن في تكريت، والله انا 13 نفر ساكن في بيت وأجرى إيجار، أنا وأهلي. الله يعينك. ثلاثة عوائل بيتنا هدموه. الله يعينكم إن شاء الله. ما رجعني في حقنا، إحنا ليش يعني حرامات؟ أنا وهاي الناس يعني ليش يعني حرامات؟ لا لا، هذا هاي حقكم، هذا هذا حقكم أخي، وأنتم بيوتكم مقعد وهذا حقكم. وأتمنى إن شاء الله إحنا يوصل صوتكم من خلال برنامجنا وشاشة سامراء إن شاء الله. شكرا جزيلا على اتصالك. يعني أتمنى إن شاء الله أنه كثير من هذه العوائل، مئات العوائل طبعا، راحت بيوتها وتتمنى انه سوت معاملات حتى في سبيل تكون وصول المبالغ التعويضيه. اخر اتصال. نعم تفضلوا. مرحبا استاذ. نعم. مرحبا استاذ حامد من بغداد. حياك الله اخويا حامد، مرحبا بيك. استاذ انا من يثرب. مرحبا بيك بهال يثرب، تفضل. استاذ عندي بطاقة ذكية سويتها وكالة لزوجتي. نعم. فدزاي رسالة التحق إلى المصرف لاستلام المبلغ المليون. نعم. لما وصلت للمصرف لما حطوا الاتباع مال زوجتي على الوكالة، طلع اسمها كامل وبالاخير فشل، وش اسمه مبلغ غير موجود، تعذرونا. روح سوى وكاله ثانيه سويناها، واليوم 12 بصمه احنا باصمين حتى جامعين وما حصلناهن. نعم. والبطاقه
موجودة الرسالة موجودة والورقة من تطلع من الحاسبة تطلع فلوس ما بها اليوم. نعم مبلغ ماكو. يعني هسه مبلغ ماكو؟ نعم مبلغ ماكو فلوس ما بيها. يعني هم قالوا لكم الاسم موجود بس فلوس ماكو، كاتبين المعذرة مبلغ ماكو. ماشي اخي العزيز، ان شاء الله وصلت رسالتك. احنا اخي العزيز والله دائما وياكم، احنا نتمنى يعني هذه أمنية. احنا برنامجنا مو برنامجنا يعني كل برامجنا من خلال شاشة سامراء يعني غايتنا انه نشوف هذا المواطن المسكين، يشوف هاي العوائل اللي اندمرت، اللي بالبرد اللي بالمطار، العايشة بالهياكل اللي بالخيام، نوصل رسالتها. هو هاي غايتنا. فان شاء الله يا اخي احنا خلال من خلال شاشتنا نتمنى ان شاء الله ان يشوفون الـ 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 الناس هذه والمسؤولين اللي متكاونين على هذه الكراسي، ويعني كل من يريد يحط بجيبه. بس نقولهم هذا البيت: دنيا يجدد كل يوم غدرها، والناس منها في عنيف صراع متكاتلين، يتنازعون على رخيص متاعها، وغدا يفض الموت كل نزاع. إلى اللقاء.